تليفون مهم ونعرف منه ايه الاسباب اللي حصل المنتخب المصري يخسر بطوله افريقيا جوه ارضه. معانا ومعاكم كابتن نور عطيه على التليفون، المدير الفني لمنتخب الكره الطايره سيدات والمدير قطاع الناشئات بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن نور. ده نقول لك كابتن خالد، يعني نقول لك هارد لك، بطوله صعبه، لكن اخلي حضرتك تتكلم. الناس كتيره قالت البطوله كان لازم مصر تكسب، مع ان مصر بقى من 2003 ما كسبتش بطوله افريقيا، يعني 16 سنه يا كابتن ما كسبناش. ايه اللي حصل؟ احكي لنا كده، يعني ايه الموضوع بالظبط من وجهه نظرك؟ والله انا كلفت من الاتحاد بموافقه النادي ان انا اطلع اعاره 3 شهور. كويس. امس منتخب بنات. تمام. وانا طبعا انت عارف الكره الطايره دي حاجه في دمي، طبعا والناس حبايبي طبعا كل العصور. يعني انا اشتغلت مع الدكتور عمرو علوان لما كان رئيس اتحاد، اشتغلت مع الحاج علي السرجاني لما كان رئيس اتحاد، اشتغلت مع الدكتور فؤاد عبد السلام وهو رئيس اتحاد، كابتن احمد عبد الدايم راجل محترم وحبيبي. كلمني انا حبيت اقف معاه، يعني انت عارف ان الاتحاد دلوقتي محلول وهو اللي ماسك، هو اللي ماسك فعلا راجل الاتحاد، فقلت اساعد. يعني اكيد اكيد مصر لما تطلبنا يا كابتن، اكيد مصر لما تطلب اي حد فينا اكيد بنجري على طول. طبعاً اكيد دي حقيقة. يعني طبعا طبعا يعني طبعا اللي يتكلم يتكلم، صح، واللي ما يعرفش يقول اي حاجه مش فارقه معانا. يعني صح صح يا كابتن. مسكت في ظروف ناس عندها امتحانات، ناس عندها اعتذارات، ناس عندها اصابات، الفرقه ناقصه ناس كتيره قوي، ناقصه ندى معوض اقوى ضريبه في افريقيا. ندى في امريكا يا كابتن. ندى في امريكا بس كانت موجوده في مصر وما عرفناش يعني نخليها تلعب معانا. تمام. في دعاء غباشي كان عندها بطوله عالم للبيتش في نفس الوقت كانت بتلعب في الصين. في المانيا بقى. في المانيا تمام. او في الصين يعني. في الصين يا كابتن. المهم يعني انه رغم كده ماشي اشتغلنا على قد اللي موجود. ما عرفناش نعمل معسكر، كل اللي عملناه رحنا 5 ايام بورسعيد، جينا لعبنا البطوله. ويعني انا شايف ان احنا لو معانا الناس دي عملنا حاجه. يعني انا رغم ان الكاميرون فيها محترفين كتير جدا والكينيا نفس الشيء، انما انت لما تلعب بقى يعني انت ايا الشامي دي انت عارف نص الفرقه. يعني ما هي ايا الشامي كمان اتصابت معاك، فيعني عايزين نعرف اصابه ايا الشامي، طمنا على كابتن ايا الشامي. ايا الشامي اساسا عندها مشكله في ركبتها. وجات لها اصابه واحنا بنسخن يوم ماتش المغرب، يعني حتى حصل خلل واللعيبه اتهزوا وطلع ماتش 3-2 بالعافيه، يعني كسبناه بالعافيه. ورغم كده رغم ان عدم وجود ايا الشامي واحنا بعض المراكز عندنا ناقصه، قدرنا نعمل ماتش كويس مع الكاميرون اللي هي واخده اخر نسختين بالبطوله. يعني ليه كسبت البطوله كمان؟ اما هو انا رهنت يعني هي خسرت من كينيا في السيمي فاينل، قصدي في المجموعه على راس المجموعه، في السيمي فاينل. انما انا قلت ان الكاميرون هتاخد البطوله. يعني فرقة قوية جدا يا كابتن، محترفات كتير. هي فرقة قوية بس عندها مفاتيح لعب. المشكلة ان احنا عندنا البنات بتوعنا او اي حد بيفتي انه ما عندهمش ثقافة ان انت ازاي تدير المباراة. يعني يعني في فترة من الفترات انت عندك الاطراف قصيرين، فبتحاول تنزل ناس طويلة على ان الضرب بيبقى عالي من فوق. مظبوط. اللعيبه يعني ازاي انا دي تلعب مكاني وازاي دي تلعب مكاني وازاي انا مثلا في بوزيشن معين اروح العب في بوزيشن ثاني، شايفينها اهانه، مش شايفين ان ده خطه اللعب او طريقه اللعب، مع ان انا مرنتهم على ده وعملتها كذا مره. انا لعبت مع منتخب ناشئين مباراه وديه، لعبت ماتشين مع بتسوانا وفرقه الجزائر، لعبت مع منتخب الشابات قبل ما يسافروا المكسيك، وجربت كل الكلام ده، وانا شايف ليا رؤيه وليا قدرات، اعرف قدرات كل اللعيبه تقدر تعمل ايه، ايه اللي تعمله. بس بقى مع ان الكلام بيبقى كتير يعني في الودن. ما هو يا كابتن بصراحه انا عايز اقول لك صراحه، معلش بص يا كابتن هكلمك بصراحه، في اسره الكره الطايره بيتكلموا ان مصر تكسب البطوله، طب احنا بقالنا 16 سنه ما كسبناش البطوله، هنكسب المره دي بدون اعداد؟ يعني ما نو لوجيك برضه، ولا ايه رايك؟ والله بدون اعداد لو معايا الناس دي تقدر تكسب. في مفاتيح لعب يعني، ما انت طالع الجيم الاولاني مع الكاميرون
بطلة افريقيا ثلاث نسخ ورا بعض ومحترفينها، طالع معاه 25 23، كنت لو كسبت الجيم ده كنت كان الماتش قلب. كمان اللعيبه ما عندهاش ثقه ان هي تكسب. طبعا اكيد يا يعني كابتن، برضو يعني خبرات وكده. اكيد في خبرات يا كابتن كتير من المنظر فرقه الكاميرون، اكيد في خبرات في فرقه الكاميرون، واكيد برضو احنا لعيبه لما كنا بنشوف فرق كبيره في بطولات العالم اكيد برضو بيكون قلقانين، عندنا رهبه. لكن خلينا من منتخب مصر نقول لك هارد لك وكل امنيات طيبه ليك في المرحله الجايه بالتوفيق. خلينا نروح لقطاع النشئات في النادي الاهلي، اخبارنا ايه؟ ده اهم حاجه عندنا، ده اللي عايزين نسالك عليه. والله احنا يعني شغالين جامد جدا من اول ما الناس خلصت امتحانات، غيرنا مدرب 16 ومدرب 14، جبنا اثنين مدربين على اعلى مستوى. تمام. المراحل السنيه الناس شغاله جامد جدا جدا جدا، وعندنا فرق تبشر بالخير يعني. يعني عندنا فرق 16 سنه على الاقل في اربع لعيبه لازم يبقوا موجودين مع الدرجه الاولى، امل مصر يعني، اربعه خمسه يعني. اكيد في تعاون بينك وبين كابتن حمدي الصافي في هذا الموضوع. اكيد طبعا. اكيد طبعا، ما احنا كلنا بنشتغل في مركب واحده يعني. اكيد بنعمل الشغل ده للنادي يعني، ما انت الشغل اللي بيتعمل ده انت بتجهزه للنادي الاهلي. كابتن نور، كل شغلك ده وقت الفريق الاول. اكيد كابتن نور، قول لنا الفرقه اللي كابتن نور يعني شايفها ان هي اللي تعمل عملها سبورت قوي جدا السنه دي عشان ان شاء الله تكسب كل بطولاتها، ايه؟ والله احنا عندنا فرق 16 سنه، فرقه واعده اللي انا بقول عليها دي اتسحت السنه اللي فاتت ما شاء الله، القاهره وجمهوريه، ودول امل النادي الاهلي في الفريق الاول ان شاء الله، وهم هتلاقيهم دعامه منتخب الناشئات اللي موجودين، جابوا له مدرب برازيلي، مدرب برازيلي عشان يشتغل بيهم عشان عندهم بطوله عالم. هايل كابتن نور، في شغل جامد جدا معاهم في المنتخبات، ويعني انا شايف يعني احنا مش بنحمل الاتحاد ولا احمد عبد الدايم اللي هو رئيس الاتحاد مسؤوليه حاجه، هو الراجل يعني شغال لوحده على اربع خمس منتخبات النهارده كلهم بره مصر، معسكرات وبطولات، فالراجل شغال لوحده. فاحنا بالنسبه لنا الظروف بتاعتنا وظروف البنات ان هم ما دخلوش معسكرات، ان هم عندهم امتحانات، ناس عندها شغل يعني. فريده العسقلاني ما اتمرنتش الصبح وبعد الظهر غير خمس ايام بتوع بورسعيد بس، كان عندها شغل وهي هنا وما كانتش تتمرن معايا الصبح. فكل ده ظروف وده اللي وقعها يعني. فريده العسقلاني ده مستواها، لا كابتن فريد عسل كده 10 مرات كتير قوي بصراحه. كابتن نور يعني الحمد لله، الحمد لله ان هي تجربه مش وحشه بالظبط، وما فرقتش بقى يعني في الاخر ثالث من رابع، هو الخساره هي الخساره مع ملهاش اللي هو اللي وقع بعيد الناس يعني. كابتن نور عطيه يعني بنشكرك شكرا جزيلا ونقول لك هارد لك، وان شاء الله في المرحله اللي جايه المنتخب مصر للسيدات باذن الله يتوفقوا ويقدروا يكسبوا بطولات افريقيه، وباذن الله قطاع النشئات في النادي الاهلي يفضل مستمر على انجازاته اللي اتحققت السنه اللي فاتت على قد على ايد كابتن نور عطيه. بنشكرك كابتن نور.